اللقاء الثاني بعنوان أترى هذا ابن داود؟ قراءة من إنجيل القديس متى الفصل 12 الآية 22 للآية 29. وأتوه برجل ممسوس أعمى أخرس فشفاه حتى إن الأخرس تكلم وأبصر. فدهش الجموع كلهم وقالوا أترى هذا ابن داود؟ وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا إن هذا لا يطرد الشياطين إلا ببعل زبول سيد الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل مدينة أو بيت ينقسم على نفسه لا يثبت. فإن كان الشيطان يطرد الشيطان فقد انقسم على نفسه، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطردهم أبناؤكم؟ لذلك هم الذين سيحكمون عليكم. وأما إذا كنت أنا بروح الله أطرد الشياطين فقد وافاكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت الرجل القوي وينهب أمتعته إذا لم يوثق ذلك الرجل القوي أولاً؟ وعندئذ ينهب بيته. يسوع شف الرجل الممسوس يلي مس الشيطان. حرر يسوع هالرجل. يسوع يحرر الفكر والقلب من كل شر. شف يسوع الرجل الممسوس حتى إنه حكي وأبصر. التكلم منه فقط القدرة على نطق الكلمات، إنما هو القدرة على النطق بالحق، على قول الحق. والعمى هو عدم قدرة على رؤية الحقيقة. فالرجل الذي أبصر أبصر الحقيقة. كيف عبرت الجموع عن دهشتها؟ عبرت الجموع عن دهشتها بالتساؤل، أترى هذا ابن داود؟ التساؤل ما هو إلا شهادة واعتراف من الشعب على أنه يسوع هو المسيح المنتظر. قدم عظمة عمل يسوع يلي حرر الممسوس، شف الرجل فتكلم وأبصر، رأت الجموع بيسوع المخلص المسيح المنتظر يلي رح يجي من سلالة الملك داود. أما ليش احتج الفريسيون على هالتعبير؟ فلأنه هالتعبير أترى هذا ابن داود معناته اعتراف من الشعب إنه يسوع هو المسيح المنتظر. ولكن الفريسيين رفضوا إنه يعترفوا بأنه يسوع هو المسيح المنتظر. هو كان مختلف تماماً عن اللي كانوا بيتصوروا. أما السؤال مين هو هالرجل القوي الذي سيطر عليه يسوع؟ فهالرجل القوي بهالمثل هو الشيطان. أما الذي أوثق هذا الرجل القوي هو يسوع أكيد، لأنه أقوى من الشيطان. وأكيد ما
معنى ملكوت الله هو مملكة الله، هو حضور الله وسلطان الله وحكمه. أما عبارة وفاكم ملكوت الله فمنفهم من هالعبارة أعلان يسوع عن افتتاح الملكوت بانتصاره على الشيطان وعلى الشر يلي بيمتلك الإنسان. ونحن دايماً منصلي ومنطلب ملكوت الله بصلاة الأبانة، الصلاة الربية. ولما منطلب ملكوت الله نرفع صلاتنا ومنقول ليأتي ملكوتك بالصلاة الربية، منصلي ومنطلب، نطلب الحب، السلام والفرح، نطلب حضور الله، نطلب إنه يكون الله هو ملك حياتي.